الوقت يداهمهم، يجب عليهم نقل الكرة إلى الأمام. إبراهيموفيتش محاولة تسديد أخرى، وكرة في اتجاه المرمى، جول. تمهل تأني في الكرة وبعد ذلك أتم النهاية. نلعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وأصبحت النتيجة هي التعادل. ثانية انطلق صافرة النهاية، إذن لا يوجد فريق فائز. خيار الأخير، الحل الأخير، ركلات الترجيح. لاعبي الفريقين واضح عليهم الكثير من